أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال لي مدرس عند تفسير قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم الآية، قال لي إنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد إيش؟ يقول قال لي مدرس عند تفسير قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول قال لي مدرس إنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تعد الجن تستطيع الصعود إلى السماء للتصنت على علم الغيب، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، لكن ليس هو المعني بالآية. لا، قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حرست السماء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا هو معنى الآية إن استطعتم. هذا في يوم القيامة، هذا يحصل في يوم القيامة لا في الدنيا. نعم.